مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خبر اليوم نقدمه لكم من قناة شوف تيفي. فقد المسرح المغربي مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء رائده الفنان الطيب الصديقي عن سن يناهز 79 سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراج، وبعد حياة مليئة بالشغف بأبي الفنون والإبداع في تشخيصا وإخراجا وكتابة وتكوينا لأجيال من المسرحيين. وتجاوز صيت الطيب الصديق الذي رأى النور في بيت علم بمدينة الصور عام 1937 أرض وطنه المغرب إلى البلاد العربية جمعة من خلال أعمال تستلهم التراث العربي، منها بالخصوص مقامات بديع الزمان الهمداني وإلى بلدان أخرى، بعد تشخيصه أدوارا في عدد من الأفلام الأوروبية والعالمية منها فيلم الرسالة للمخرج مصطفى العقاد. وشكل الفنان الراحل مدرسة فنية كاملة الأركان، اتخرج على يديه فنانون عديدون أغنوا المشهد المسرحي والغنائي المغربي بإبداعاتهم، إذ من تجربته الثرية تخرجت على سبيل المثال فرق ناس الغوان وجيل جلالة وتجدى وغيرها. ومن أشهر أعمال الطيب صديقي المسرحية ديوان سيدي عبد الرحمن المجدوب ومولاي إدريس وعزيزي، التي كانت آخر عمل درامي قدمه عام 2005 قبل أن يقعده المرض. ترجم الطيب صديقي واقتبس أكثر من 30 عملا دراميا، وكتب أكثر من 30 نصا مسرحيا باللغتين العربية والفرنسية، وأخرج العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والأشرطة الوثائقية. اهتم بالفن التشكيلي وساهم في تأليف كتاب حول الفنون التقليدية في الهندسة المعمارية الإسلامية. نستمع لبعض الفنانين في تصريحاتهم لقناة شوف تيفي، نتابع. طيب كان أبونا الروحي، وكان أخونا وأستاذنا ومعلمنا والقدوة ديالنا، وكان رافع راسنا في العالم العربي ككله. كان نموذج ديال الفنان، يعني أكبر فنان، أكبر مخرج في العالم العربي، اللي كانوا الناس كيتعلموا من الأعمال ديالو، الأعمال ديالو اللي مشات لإيران ومشات لبغداد ومشات لسوريا ومشات للأردن والجزائر والتونس والإفريقيا، وكان سفير حقيقي للثقافة المغربية. وخا نبقاو نهضروا يعني موسوعة ديال المسرح ديال العالم العربي الطيب الصديقي. أولا إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت الساحة المسرحية المغربية والعربية بصفة عامة أحد الرواد وأحد الرموز اللي ساهموا مساهمة كبيرة في تطوير المسرح العربي بصفة عامة. حقيقة الأستاذ طيب صديقي، احنا أنا شخصيا يعني ولا خديجة أسد، أول تخرجنا من المعهد كنا مشينا عنده الفرقة ديالو في المسرح البلدي في بداية السبعينات، تتلمذنا على يده، علمنا أشياء كثيرة، علمنا حب المسرح، عشق المسرح. تلقيت الخبر المؤلم ديال إنسان عزيز غادي يمشي بلا رجعة. الفنان الأستاذ طيب الصديقي يعني علامة في المجال الإبداعي الثقافي الفني. النجمة ديالو غادي تبقى ساطعة بقوتها، كل ما عطى المجال الفني، كل ما عطى الاشتغال على التراث وتوظيفه في المسرح التراث المغربي، كل ما عطى من خلال مبادرات قام بها في الستينات لجمع شمل المسرح المغاربي، فكان هناك لقاءات ومشاريع لتوحيد الرؤى والاشتغال معا بين المغرب والجزائر وتونس. طيب صديقي عرف بالمسرح المغربي في إيران، في الأردن، في سوريا، في دول عربية كبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن الطيب الصديقي حصل على عدة أوسمة، منها وسام العرش عام 2008، وتم تكريمه في محطات عديدة داخل المغرب وخارجه. رحم الله الفقيد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. دمتم في رعاية الله، وإلى فرصة قادمة بحول الله.